Hold à l'Express FM. Fair play. رجعنا لكم من جديد في فاير بلاي، مواصلين حتى المرة 9:30. فما تفاعلات قليلة قصرت في حق سليمان. وليد حبيت تقول حاجة؟ أي الجماهير الكل هي كما قال توم بكري، حكاية سليمان جي دون لا كونتينيتي، معناتها النتائج نتاعها باهية لآخر الموسم الفارط، ربحوا النادي الإفريقي والنجم الساحلي في سليمان آخر الموسم، نجم نقولوا دون لا كونتينيتي مالغري اللي خرجوا ملاعبية معناتها من الفريق، لكن الباز قدام قاعدة فما رشيد العرفاوي، فما عزيز الشتيوي، زوز عناصر أجنبية زادة مش خايبة تحركوا خاصة في الشوط الثاني، لكن العلامة الكاملة للحارس الحقيقة أشرف عبد العفو الانتداب من منزل بوزلفة وكارديان أول مرة يعرف استاد كبير معناه ضد الترجي معناه مستوى آخر وضد الترجي غادي توس يلقى قدامه الخنيسي حمد الهوني المرزوقي وعدة لاعبين أخرين الحقيقة بالبريستاسيون هذيك آخر مقابلة نجم نقوله هو اللي جاب التعادل للفريق نتاعو. هو من كيف ما بوزلفة تحكي عليه برشا حتى كان فما كلام كونتاكت صغير مع يتوال زاد وقتها اي صحيح. ولهنا الحقيقه زاد تحيه شكر للهيئه نتاع سليمان، الانتدابات نتاعها انتدابات موجهه، تحس معناتها فما ناس قاعده تخدم، فما ناس عندها عين ومش مكلفه باعتبار انه ما نجموش. نقول لك حاجه في التصرف نتاع سليمان، في بالك حتى الكريم نتاع الديار واحد يحسبوها معناها يجيبوا ملاعبيه من الجهه من كابون معناها ولا من العاصمه باش ما يقعد ما يخسرش حتى الكريم نتاع الديار. كاين دار واحده للملاعبيه الاجانب خويا سليم. هذا انا علاش قلت لك نشكروهم مستقبل سليمان، لان ثم عمل قاعد يتعمل معناه. مش تشوف انا قلت لك ملي كانت العلاقه مع سي شاكر مفتاح وجي اليوم تبارك الله ما فماش برشا فرق قراو يعطي لاول مره اون بريمير ديفيزيون يعطي لمدرب، سي تري تري رار. لان سامي قفسي انا نقول ونعاود اللي فريمون قاعد عنده الكالم اللي عنده بورديو تيران اللي عمره تنرفز ولا حاجة وتوصل انت اليوم تعمل تعادل، وهذا شكرناه من الاول نحكي واحنا على اشياء ككل. اليوم الترجي هي كي رسوا مستقبل سليمان على لا قدر كان مستقبل سليمان خسرت المباراة، معناها سيتي حاجة لوجيك ونورمال. مال اليوم بالمردود اللي عمله مستقبل سليمان لا كونتينيتي هذه حاجة تعجبني برشا. وقايت نحكي على بقية المقابلات نتاع الجولة الأولى نتاعنا شفنا في الاسبيرونس، خاطر بون أهم نتيجة في الجولة تقريبا تعادل. هو رو كلمة صغيرة في سليمان والشاب ورجيش ماشيين باستراتيجي انه ياخذوا الملاعبيه الصغار من الجمعيات الكبيره ويتكونوا عندهم ويلعبوا بستيل اللي نجح. وثم جمعيات كبيره كيما القروان كيما حمام لمف كيما يمشيوا للملاعبيه اللي لاعبين في الناسيونال ويعملوا كل عام عرفت، وهنا ذر اللي الاثنيه هذه اصح من الاثنيه الاخرى. باهي نحكيو على مقابله ما تعديتش اكيد ما شاهدتوهاش الناس كل، مقابله النجم الساحلي والسي ا بي. موجود معنا بالتليفون زميلنا رمزي بن غربي اللي تابع المقابله باش يحطنا في الصحن نتاع الماتش، ناخذوا فكره اكثر عن المقابله من عند رمزي بن غربي. رمزي اهلا بك. مرحبا بالساده المستمعين على راديو اكسبريس. باهي المقابله ما كانتش منقوله تلفزيون، رمزي انت عينا في الماتش، اعطينا الصوره الواضحه للمقابله، حكينا شويه على الماتش نتاع البارح بين السي ا بي والاتوال، مرسول كبير كمان. هو صحيح البارح المباراه الميزه نتاعها انه دارت فوق ارضيه ميدان مبلى، نعرفوا انه الامطار البارح كانت تنزل بكثافه في بنزرت مما خلى انه الارضيه تكون ثقيله برشا وتراكم كميات كبيره من المياه في ارضيه الميدان. الحكم معناه رامي صالح عن المباراة تتلعب. المباراة هذه كما قلنا دارت في ملعب أحمد البسيري، النادي البنزرتي كان تخلى معناه المقابلة هذه بالعديد من التغييرات مقارنة بالموسم الفارط، ثلاثة ملاعبية بركة معناه اللي كملوا الموسم الفارط كانوا موجودين، اليوم نعيم المخلوطي شهاب بن فرج وعلاء الدين دريدي. في المقابل بقية لاعبين كلهم جدد كلهم شبان، عاول عليهم المدرب مختار طرابلسي في أول تجربة لي في الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة كيف النجم الساحلي تشكيل وشاهدت بعض الغيابات كما البلبولي كما امين بن عمر، في المقابل شاهدنا حمزه الاحمر قائد فريق في المباراه هذه. المباراه هذه كانت فيها جس نبض اسلام ودخلوا ازوز في رقم معناها في صلب الموضوع، والدقيقه العاشره مخالفه مباشره من علي سوما يتمكن من افتتاح باب التسجيل. بعدها بصراحه مفاجاه شاهدناها هو انه النادي البنزرتي بالشبان نتاعو خذاب زمام الامور وسيطر واخلق العديد من الفرص خاصه عن طريق علاء الدريدي وخاصه عبر الكرات الثابته اللي كان يوزعها كل من الياس الدريدي ومهاب عوينه. مهاب عوينه اللي على احدى الكرات الثابته يتمكن من تعديل النتيجه
في الدقيقة 38 الشوط هذا شد إصابة صاحب هدف الأول نجم الساحلي علي سما وكان عوضه أيمن الصفيقي. الشوط الثاني كيف كيف بدون مقدمات زوز فرق حاولوا معناها ياخذوا الفارق والنادي البنزرتي جاته فرصة بعد هفوة دفاعية من الحرابي يخرج وجه لوجه مواب عوينة مجنب شوية شاط الكرة جت محاذية لمرمى وليد كريدان بعد النجم الساحلي هما الأهداف كل جاوا عن طريق الكرة الثابتة كرة ثابتة أخرى ينفذها لاعب حمزة الأحمر وأيمن الصفيقسي يتمكن من مغالطة الحارس نعيم المسوثي وهي هفوة معناها مشتركة بين الدفاع وبين الحارس كلف النادي البنزرتي هدف الثاني اللي صار عندنا للنجم الساحلي بعد النجم الساحلي قعد معناها متحفظ على الكرة يحافظ على النتيجة حتى التغييرات كان قام بها فيرا معناها كانت التغييرات متوازنة خاصة للوسط الميدان وحتى للدفاع للمحافظة على النتيجة في المقابل نادي بنزرت إسلام مختار طرابلسي ما كانش عنده الخيارات الكافية والشافية يعني باش يوصل لعد النتيجة لأنه اليوم بنك نادي بنزرت مقارنة بالنجم الساحلي خمسة ملاعبية بركة فما برشا العديد لاعبين ما وقعش تأهيله كما قلنا المباراة وفات 2-1 فيرا كان فرحان بالنتيجة وأول مباراة لي مع النجم الساحلي تمكن تحقيق الانتصار في المقابل مختار الطرابلسي قال صحيح أن الشبان هذوما معناها قدموا المردود الممتاز بصراحة مردود محترم من عديد اللاعبين من أعمال النادي الرياضي البنزرتي يعني نعرف الهجرة الجماعية لعديد من اللاعبين البنزرتي كانوا غادروا الفريق مختار قال أنه المردود ممتاز في انتظار أنه يلتحقوا اللاعبين الجدد ونعرفوا فما برشا انتدابات في النادي البنزرتي على غرار أشرف بودراما مدافع الديري خليل بنغورا لاعب النجم الساحلي دومبيا كيف كيف فامي قاسم كيف كيف أيمن الترابلسي والمهاجم البرازيلي الجديد دو سانتوس نصور بدخول الملاعبية هذم في الجولة القادمة فما كلام على رامي الجريدي أيضا رمزي صحيح هو راهو حكاية رامي الجريدي معناها تم تداولها البارح في الليل في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بعض المقربين في الهيئة المديرة النادي البنزرتي أكدوا أنه هناك اتصالات متقدمة برشا مع الحارس رامي جريدي مش نفتح قوس بعجالة إسلام هو راهو في بنزرت لأن الناس الكل الطالب بعودة الحارس خميس السامري لحراسة النادي البنزرتي نظرا للخبرة 39 سنة نجم يأطل الجروب برشا شبان لكن القرار جاء في فيديو عمله رئيس الجمعية عبد السلام سعيداني من فرنسا قال أنه باب ونفكروا في خميس السامري لن يعود للنادي البنزرتي وسأنتدب حارس بين قوسين قال أخير منه بعشر مرات الحارس شكون برشا أسامي راهو بخلاف رامي الجريدي خلينا نكونوا واقعيين أعطينا شكون آخر كان فما فما أشرف كرير فما علي الفريوي فما حتى اتصالات معناها بناديم بن ثابت في صورة جي اس كا معناها ما تطلعش معناها فما العديد من الأسامي المطروحة لكن البارح في الليل خلينا نكونوا واضحين هناك معناها اتصالات متقدمة مع رامي الجريدي والساعات القادمة باش تكون هي الفيصل اسكو رامي الجريدي باش يجي ولا مش باش يجي للنادي البنزرتي هذه هي معناها الحوصلة مباراة النادي البنزرتي والنجم يعطيك الصحة شكرا لك رمزي بن غبي على كل التفاصيل هذه المعلومات اللي عندي بخصوص رامي الجريدي تقول فما مفاوضات صحيح لكنه يرغب في اللعب في البطولة السعودية كلم شكون حتى بعض وكلاء الاعمال من اجل يشوفوا له حاجه في في البطوله السعوديه القسم الثاني صحيح وتقول لي وليد زاد ايضا عزيز بن تلميه الظهير الايسر الشاب للترجي وفما لاعب نيجيري من نيجر معناتها من نيجر صحيح من نيجيري ينجم يكون برازيلي مفاجاه الموسم القادم هذا عندك فكره عليه امادو سابونا في المنتخب تحت 20 سنه تاع نيجر لعب كاس افريقيا تحت 20 سنه سلام ينجم يكون مفاجاه كبيره وكان ماشي حتى للليغ دو في فرنسا بعد ما تمتش العمليه ينجم يمثل مفاجاه الحقيقه نادي البنزرتي في السنوات الاخيره زاد كيف كيف قعد كل مره كيما جابرييل كاك اللي شاهدناه اليوم تدبو نادي الافريقي توا في ليبيا قاعد هو عبد السلام سعداني اللوم عليه في كل شيء كان في الانتدابات يتفرج هو بيدو راهو هو بيدو قال نقعد ليالي نتفرج ونختار معناتها تعرف اللي هو يختار ويشوف وترى قبل بيعوا الاسبيرونس برشا فلوس خلينا نحكي شويه على المقابله سي معاك سي مونجي خلينا نبدا ليتوال بدات بقوه مع مدرب جديد نجم نقول بوادر ايجابيه للنجم الساحلي ان شاء الله رغم اني ما فرجتش في المقابله لكن نحكي عن النتيجه ومصدرنا ما نجموش نحكموا برشا على النجم الذي ساحلي على المدرب الجديد لكن كي تبدا المباراه معناها الاكستيريور ضد فريق اسمه نادي البنزرتي وهذا شكر كبير كبير لخونا مختار طرابلسي اللي الناس يلزمها تحط اليد في اليد باش تقف معاه لان في الظروف اللي عداها او نيفو دو لا بريباراسيون ليفيكتيف ليميتي برشا تري ليميتي وتلقى فريق معناها كان متعادل مع نجم النادي الساحلي يلزمه يبني على هذه المباراه هذه تكون ماتش ريفيرونس
بارابار على الماتشات الاخرين خلات اللي اليوم النجم الرياضي الساحل يعرف كيفاش يفوز ولو في ظروف صعبه. لكن اليوم ثم برشا ناس اللي تندعي بروحها تنجم تعطي دروس لسي مختار طرابلسي. انا نقول اللي سي مختار طرابلسي نجم يعطيهم دروس. الناس هذوما يلزموا يقفوا معاه اليد في اليد لان الظروف اللي عداها فاش كنت تقصد برشا ناس قاعدين اليوم في انت ما دام قلت تقصد في واحد معين. شو شو ايش نقول لك حاجه انا ايش نقول لك حاجه انا ديما انا لا كريتيك ولا حاجه انا ديما نقول اللي اليوم راهو علاش نقول لك ظروف صعبه صارت له بريسيون كبيره برشا مختار ما يحبش يحكي فيها جوستومون انا ما نحبش نحكي فيها خاطر سان مو كونسيرن با. اما نقول انا للناس اللي تندعي بروحها تحب نادي البنزرتي سي دو لي مومون ديفيسيل ولا اي فريق كان دو لي مومون ديفيسيل نلقاهم انا ما حشتش بيك وقت لي تو فا بيان. اليوم النادي البنزرتي يلزمو المباراه هذه تكون ان ماتش ريفيرونس بارابور على على لا سويت دو شامبيونا والجورات اللي جايين هذوما فريمون معناها كان هذوما الكل تبارك الله وتولي عندك افكتيف العلم. وانا عبد السلام السعيداني راهو يعرف الكره بالكدا بالكدا راهو يلا كومونسي بار لا فورماسيون دي جوار ونيفو دي جوار راهو ما يغلطش وجينيرالمون ان كونيسور كيشوف هو ان فيزيوناج يعملو هو وتبارك الله. اون بليس عنده حاجه اللي هي زاده باهيه برشا سكي يوصل يقنع اللاعب باش يلعب في النادي البنزرتي وهذه حاجه باهيه. بيحكي على سي بي سي المنش احكي لنا شويه على الايطوال سامي لوك جديد مدرب جديد برشا من اللاعبين شبان رغم الغيابات البارح تشكيله الايطوال تقريبا وصل الكل الغاب بن عمر بعي وحاج محمود الايطوال جابت نتيجه ايجابيه من بنزرت. كنتيجه نجم نقولوا ايجابيه معناتها تفرجت في الملخص مطول شوي البارح في اللحظة الرياضي مش واضح برشا حاجات لكن نجم نقولوا اللي توال عرفت تربح المقابله نتاعها ركزت على لي بالاريتي نجحت في الدو ترو فوا حتى ثم اوكازيون اخرى في هدف ممتاز جدا اي حتى الهدف الثاني زاد تحس ثم سيرمون خطا من الحارس الحارس كان بعيد لكن ظهر لي الديفونسير الاتاكون ما كانش محصور معناتها اللي عنده الكره ما كانش كان وحده معناتها طلع وسبق الحارس اي سورتو زاد نجم نقولوا لي سونتراج لوب معناتها تاع حمزه الاحمر تيح الكره يعني على 6 متر تجي عاليه ومن بعد تيح يعني ثم كاليتي دو فراب كطقس وكتيرا ثم شويه ماء شويه يمكن شفت ثم اتاكون عنده على اليمين قصير شويه قلب هجوم العوجي العوجي ظهر قلب هجوم ظهر العوجي فوالا اي ثم 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 ما نشوفوا كره كبيره خاطر تيرا خايب زاد كما قلت الماء وكذا وكذا لكن كما قلت انت في الغيابات نتاعها في الديبار نتاعها الاكستيريور تعمل 3 بوان هذا هو المطلوب لونترونير محظوظ كما قال الياد تروحوا لولاني ويربح على الاكستيريور ينجم يكون عنده فافور ليه باش ينجم يكمل يخدم مرتاح العكس مختار طرابلسي يعني كان ينجم يبدا عام وباهي زاد لكن الحظ زاد كما تقول ناقص اللاعبيه والديبار نتاعو معناتها ما كانش باهي ان شاء الله في المقابلات الجايه 3 بوان غانييت كاو وليد ليتوال باش انت دابت تقريبا نفس الفريق نتاع الموسم الماضي وخرجوا منهم لاعبيه نستناو حاجه من النجم سنة ولا استراتيجيه تاع النجم شنو كانت تسليم هي تعمل لاملغام بين لاعبيه شبان اللي طلعوا عم ناول فما ايوب عياد فما اللاعب الليبي عبد الله داغو علي سوما اللي رتبت العلوم تاع كعب السنه الفارطه بين لاعبين راجعين من الاعاره عداو موسم ولا زوز مواسم العوجي الصفاقسي قيرماني فرج هذوما اللاعبين هذوما واللاعب وكوليبالي عده وحمزه الاحمر هذوما عندهم خبره ويعرفوا الاجواء تاع البطوله التونسيه معناتها لاعبيه كونفيرمي والله نتصور علاش ليه اذا كان المدرب يعرف كيفاش يستغل انا قلت لك الامالغام هذايا بين الخليط هذايا بين اللاعبين مدرب راهو ماهوش خايب انا نعرفه في المنتخب العراقي وتبعته مع المنتخب العراقي وقت اللي هز كاس اسيا يمكن هو الحاجه الوحيده اللي تقلق سليمان راه يمكن سيليكسيونور اكثر من انترونور سيمونجي ماك تعرف فما مدربين عندهم كل واحد تاع سيليكسيونور مش انترونور ينجحوا مع منتخبات اكثر ما ينجحوا مع الفرق الباساج نتاعو في الفرق ما كانش كبير برشا في الاسماعيلي ما قعدش ياسر كيف هذول اللي في الامارات وقتها ما خدم ما نجحش برشا لكن في بطوله تونس النجم نتصور قادر باش يكون بين زوج ثلاثه الاولانيين حتى بالافكتيف هذايا حتى من غير انتدابات ونتصور خير النجم رتح روحه كيما عملش خمسه باش نجيك نسالك بعد وليد قال على شلال النجم ما عندوش انتدابات
ويجي فيني فيل في جمهور الاتوالي لو ما يرضاش بالحاجه هذه معناها النجم عدى موسم لا قلت الثلاثه الاولانيين معناها نجم كل شيء جيد عدى موسم سيء الموسم الماضي الموسم هذا بلاش انتدابات ما نساوش حاجه تفرح برشا جمهور الاتوالي هو اليوم برشا حاجات تغيرت في النجم الرياضي الساحلي راهو اليوم اللي انا رجوع وهذه حاجه فريمون اكسبسيونيل للدكتور جلال كريفه اللي فريمون الناس الكل فرحانين برجوعه واذا كان رجع سكيلا دي غارونتي اللي نجم الرياضي الساحلي ثم خدمه قاعده تخدم زبير بايا اذا كان زبير بايا كان هو انا الحاجه اللي عجبتني وخويا وليد لافي اونتيرمون ريزون كي قال على سيليكسيونور بلوس كو اما البارح كي تشوف المدرب البارح العلاقه مع الملاعبيه في التيران وكيفاش لا جيستيون دو جروب حاجه اكسبسيونيل دونك سا فيدير كو هو زاد باش يتاقلم مع خاطر راهو كي تبدا سيليكسيونور وانترونور اللي تقابل جوارات كل يوم وسيليكسيونور سي با باري لكن اليوم النجم الرياضي الساحلي ما تنساش اللي عمل عقود برسك 15 جوار من الاسبور خارجين من الاسبور عملوا لهم عقود بروفيسيونيل وزبير بيا وبيان سور الناس الكل اللي طار الفني ككل لكن اليوم اذا كان سي رضا شرف الدين بور اون فوا معناها الى اكسبتي الناس هذوما اليد في اليد لمصلحه واحده هو النجم الرياضي الساحلي باش نشوفوا عمل فريمون اكسبسيونيل لان العلاقه اللي شفتها مع جوارات والانترونور البارح في بنزرت كانت علاقه طيبه وهذا اللي باش يخلي بقدره ربي النجم الرياضي الساحلي باش يكون بارمي لي بريمي بيان سور في الشامبيون. حكيت بواش انت قبل هيك على السي بي جمهور السي بي ينجم يتخوف شويه من السيناريو نتاع الموسم الماضي ولا لاباس على السي بي؟ لا شو ايش نقول لك حاجه السي بي مشكلتها سي اون انترن راهو والله كي تشوف الاشياء السي بي انا ايش نقول لك حاجه خويا اسلام راهو الكره ما فيهاش علم اليدني. انا نقول لك الكره كنت لا ريسبكت الكره هذيك انا وقت لي سي بي كانت عامله فريمون شامبيون مع خونا اسمه منتصر لوحيشي في العاليه يزافي دي بوين دو روبير كانت لي ريزولتا ماشين يعملوا هكا ويخرجوا من العاليه ويمشيوا لمنزل عبد الرحمن ومن بعد يرجعوا ل 15 اكتوبر ما فماش استقرار يا دو لانستابيليتي وهذا اللي خلى راهو النادي البنزرتي ما يعرفش قيمه البنزرت ككل ما سمحني مع كامل احتراماتي لهم راهو ما فماش اليد في اليد ما فماش الناس كله قاعده ثم حاجات وهذاك يحب يعمل هكا ولا يحب يعمل هكا وما فماش انتيري ثم الانتيري نتاع الاشخاص راهو دي سيتيام سيكل تعرف شكون كان فيها بنزرت دي ريفوجي لاجئين كانوا فيها لي زندلو والاتراك من بعد خلطوا عليهم وين الاندلوزي توا عندها دوز ايكيب بي تي سي في واف سي سي في علاش انت ما تستدعاش ناس تجي غاديك وتعمل ان بارتناريا فيك سو كلوب لا ان دي كلوب باش نجم اليوم تطور نفسك اليوم النادي البنزرتي ما عندهمش ملعب منذ 6 سنوات ما فماش ملعب في النادي البنزرتي موضوع هل يعقل لا هل يعقل سامحني لا مهم برشا عايش خويا اليوم راي بنزرت راه الاستقلال 63 وقت تونس 156 معناها يوريك اليوم لا بلاس استراتيجيك من هذيك وجماهير الله يرحمها اختنا بهيجه الله يرحمها وينعمها كانت فريمون ان بوبليك اكسترودينير ان بوبل اكسترودينير اليد في اليد بور ان بارتناريا مع اف سي سي في ولا بي تي سي في علاش لا؟ علاش لا؟ يعطيك الصحه سي المونجي فلاش بوست مع زميلي وليد بالحومه بعد شويه كملوا نحكيوا بقيه المقابلات اكسبريس